السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعهد السعودي التقني للتعدين بيعلن عن فتح باب القبول لبرنامج منتهب التوظيف بمختلف المناطق في المملكة العربية السعودية. أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عبر حساباته الرسمية عن فتح باب القبول لبرنامج التدريب المنتهب التوظيف في شركة إسترا للتعدين، شركة DRI، الشركة السعودية الكندية لخدمات التعدين، بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية. أولا، شركة إسترا للتعدين، لو دخلنا هنا هنلاقي المناطق المستهدفة: منطقة الرياض، الخرج، الدلم والمناطق القريبة منهما. يعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول لبرنامج التدريب المنتهب التوظيف في شركة إسترا للتعدين، المناطق المستهدفة: الرياض، الخارج، الدلم والمناطق القريبة منهما. يبدأ تسجيل يوم الخميس غدا إن شاء الله 26/6/2024 الموافق 19/1/2023. ينتهي التسجيل يوم الخميس 4/7/2024 الموافق 26/1/2023. مزايا التدريب: مكافأة شهرية، سكن أو بدل سكن، مواصلات أو بدل مواصلات، تأمين طبي، التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة. مزايا التدريب: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. شروط التدريب: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية علمي 80%، أن يكون حاصلا على اختبارات القدرات 65%، أن يكون حاصلا على اختبار التحصيلي، أن يكون لائقا طبيا، لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية. على الراغبين للتحقق بالبرنامج تسجيل من خلال طبعا الدخول على الموقع الرسمي. ده بالنسبة لشركة إسترا. شركة DRA، المناطق المستهدفة: المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية. يبدأ التسجيل غدا إن شاء الله 26/6/2024 الموافق 19/1/2023. ينتهي يوم الخميس 4/7/2024 26/1/2023، يعني استمر التقديم أسبوع. مزايا التدريب: مكافأة شهرية، سكن أو بدل سكن، مواصلات أو بدل مواصلات، تأمين طبي، تسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة. شروط التدريب: أن يكون متقدم سعودي الجنسية، أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية علمي 80%، أن يكون حاصلا على اختبارات القدرات 65%، حاصل على اختبارات تحصيلي، أن يكون لائقا طبيا، لم يسبق له الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية. بالنسبة للشركة السعودية الكندية لخدمات التعدين، بالشراكة مع المعهد السعودي التقني للتعدين بيعلن عن فتح باب القبول للبرنامج التدريب المنتهب التوظيف مع الشركة السعودية الكندية لخدمات التعدين. المناطق المستهدفة: منطقة القصيم، قبة، البعثية، السياح. التقديم يبدأ أيضا يوم الخميس القادم غدا إن شاء الله 26/6/2024 الموافق 19/1/2023، وينتهي التسجيل يوم 4/7/2024 الموافق 26/1/2023. المزايا نفس المزايا التي ذكرناها في الشركات السابقة: مكافأة شهرية، سكن أو بدل سكن، مواصلات أو بدل مواصلات، تأمين طبي، تسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة. شروط التدريب: سعود أن يكون متقدم سعود الجنسية، حاصل على شهادة ثانوية علمي 80%، يكون حاصل على اختبار القدرات 65%، حاصل على اختبار التحصيلي، أن يكون لائقا طبيا، لم يسبق له استفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية. بالنسبة للقبول، إذا دخلنا على الصفحة الرسمية للمعهد السعودي التقني للتعدين سوف نجد هذه الصفحة. هنا شراكة مع شركة أسترا. طبعا البوابة مغلقة حاليا لأن التقديم إن شاء الله حيبدأ يفتح غدا إن شاء الله. سوف تجد هنا صفحة للتسجيل في المعهد السعودي التقني للتعدين. أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.